بالرغم من الوعود المتكررة للرئيس السعيد بالحفاظ على مناخ حقوق الحريات، اليوم تتواصل حملة اعتقال مدونين معارضين للرئيس ومحاكمتهم. منذ أيام فقط حكم المدون سليم الجبالي أمام المحكمة العسكرية بالكاف بـ6 شهور. أمس أدلف مدون آخر السجن المدني بجابس، هو الدكتور عارف عزيزي، هذا طبيب عمومي بمستشفى سيدي بوزيد، وهذا كان مشرفا على الحملة الانتخابية للرئيس سعيد سنة 2019. اليوم عندما تغيرت موقفه، بالرغم هو في بوزيد، حولوه اليابس، شوف التشفي وين. كذلك ماهر زيد حكم عليه حيث قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس غيابيا بالسجن مدة 3 أعوام مع النفاذ العاجل في حق النائب ماهر زيد، بالتذكير بسبب شكاية كان تقدم بها ضده وزير الدفاع الأسبق غازي جريبي. نعم، يعني هذا مش غريب. منظمة العفو الدولية، شوفوا تقريرها الأخير على تونس، معناها في حجم التجاوزات اللي قاعدة ترتكب صحيح. فيها تونس في المدة الأخيرة. شوفوا البرلمان الأوروبي في التقرير متاعه اللي قال اللي هو قلق جدا على وضع حقوق الإنسان في تونس اليوم. أقرأوا الصحف العالمية باللغات كلها وشوفوها ايش قاعدة تقول اليوم، يعني على تخوفها من عودة إلى مربع الاستبداد وإلى التعذيب وإلى المحاكمات الغير عادلة وإلى التشفي في الخصوم. شوفوا المجتمع المدني في الداخل والخارج والمنظمات الحقوقية والمراقبين لوضع حقوق الإنسان في تونس اليوم، التقارير اللي قاعدين يكتبوا فيها على الوضع في تونس اليوم. والله أنا ماذا بيا هل أن يصب جام غضبه قيس سعيد اليوم مش على الدكاترة والناس المحترمين اللي ذكرتهم، بل على الناس المتورطين حقيقة يعني في جرائم فظيعة ضد حقوق الإنسان في تونس، والناس اللي متورطين في جرائم فظيعة اقتصادية في تونس، والناس اللي متعلقة بهم قضايا معناها لا حصر لها، قضايا اقتصادية، قضايا يعني إجرامية بكل أنواعها، اللي مناش قاعدين نشوفوا في أسماء لامعة لهؤلاء، من أنه على الأقل فتح حتى تحقيق في حقهم، ما تهزمش وتحطهم في المحكمة العسكرية مباشرة وإلا في، لكن على الأقل افتح تحقيق في الناس والقائمات موجودة، وما تحتاجش لاستعمال أسلوب المبني للمجهول في خطاباتك، لأنهم ناس معلومين عند العبد الكل بجرائم فظيعة. افتح تحقيق واتجه ليهم. لا، هو اليوم خصمه اللي يعارضه، هو اليوم خصمه اللي يقول له انت منقلب، هو اليوم خصمه اللي يقول له وين هازنا، وين ماشي بتونس، هو اليوم خصمه اللي يقول له علاش احنا الفصل 38 يعني تحلمنا من حلم بعد اللي صادقوا عليه وبعد اللي انت بيدك صححت عليه. اليوم الناس هذوما اللي نشوفوا فيهم اليوم كلهم يتفقوا على حاجه واحده، انه وعد واخلف، انه باع اوهام، انه يتراجع كل يوم بتونس الى الوراء، ليس فقط في الترقيم السيادي، ليس فقط في حقوق الإنسان، ليس فقط في قيمة تونس بين الدول، ليس فقط في الدبلوماسية، ليس فقط في عزلنا على كل الدول الصديقة والشقيقة والمانحة، واللي يمكن تقف معنا واللي يمكن تعاوننا، خلانا أمام دول يا إما متشفية فينا ومتشمتة فينا، شفتوا الثورة وين وصلتكم، يا أما خلانا في دول يقولوا هذه تونس اللي تحكيوا عليها وتقولوا ديمقراطية وتقولوا الشمعة المضيئة في العالم العربي والربيع العربي، وش بكم أطفيتوها يعني 10 سنين وما صبرتوش وطفيتوا هالشمعة هذية. اليوم هذا الوضع اللي خلى تونس وقت اللي كنا كي نمشيو في المحافل الدولية نبدأ مفتخرين بالتجربة، اي نعم متعثرة، اي نعم في بدايتها، اي نعم أخطاء يعني بالجملة لسياسيين ولحكومات ولنواب ولي نعم، ولكن أخطاءنا نصلحوها، أخطاءنا نتحاور ونتفداوها، يعني نصلحوا، ولكن مش بلادنا نخليوها تمشي لهالمنزلق هذايا ونشوفوا فيها قدام عينينا وين ماشية وعارفين وين باش نوصلوا، ومناش قاعدين مع بعضنا نعم. نوقفوا هالخطر هذايا الجاثم اللي قاعد يتهدد في تونس حقيقة.